هذا السائل سين عين من جازان يقول: بنت رضعت معي أكثر من 5 رضعات، هل هذه البنت تكون محرما لي ولإخوتي؟ لا شك أنها إذا رضعت أنت وإياها من امرأة أكثر من 5 رضعات أو 5 رضعات، هذا الحد الفاصل، فأكثر فإنها تكون، وكان هذا في الحولين، فإن هذا ينشر الحرمة وتكون أخا لها من الرضاع محرما لها. قال تعالى: وأخواتكم، لما ذكر المحرمات قال: وأخواتكم من الرضاعة. نعم.